انتي زعلانة ليه؟ أختي وحتى مني راقدة قدامي، عايزاني أعمل إيه؟ خليكي جنبي تطمنيني عشان ما أحسش إن أنا سبب في قلبان حياتك. سيبك مني، أنا كده كده حياتي مقلوبة من زمان. أنا جنبك، ما تقلقيش، إن شاء الله هتخرجي من هنا بالسلام. يا رب، أنا وابني يا رب. يا رب يا حبيبتي. هو الدكتور قال لك ايه؟ ما تشغليش بالك، شوية نزيف عادي يعني بيحصل لمعظم الحوامل. ابني كويس؟ هيبقى كويس ان شاء الله، ان شاء الله ما فيش خطر اللي عليكي ولا عليه. مش مهم انا، المهم هو. هو بس الدكتور قال علشان انت تبقي في امان لازم. لازم ايه؟ لازم ايه يا رحاب؟ انا عايزه الواد، انا عايزه الواد. هو قال لك ايه؟ قال لك انه مش هيعيش؟ لا، انا عايزه اعرف قال لك ايه. انا اموت في 60 داهيه مش مهم، المهم يخلوا الواد. عشان صحتك انت يا منال لازم. انا عايزاها هو لو وقفتي بحياتي كلها، بس لازم يعيش. إن شاء الله إن شاء الله يعيش. وبعدين لو جرالي أي حاجة أنت هتاخدي بالك منه وهتراعي. مش كده؟ مش كده يا رحمة؟ بعد الشر عليك يا منال، بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقلقيش يا رحمة. أنا عايزة الوقت، أنا عايزة النبي. ما تقلقيش يا حبيبتي، إن شاء الله هيبقى كويس. عايزة الوقت.